نروح للكابتن احمد مسلم نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني، وبرضه نتكلم على المنتخب ورؤيته للماتش القادم ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق. كابتن احمد، ازيك يا كابتن؟ الو كابتن احمد، ازاي؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ ربنا يخليك كابتن. رايك في الماتش يا كابتن القادم ان شاء الله يوم الخميس، واستعداد المنتخب؟ ويمكن انا طبعا ما كانش في فرصه ان احنا نتكلم ما بعد اللقاء الاخير امام غينيا، اخد رايك الاول في المنتخب في الماتش الاخير، وبعد كده ناخد رايك في الماتش القادم ان شاء الله. والله روح زي ما انت يعني ملخص الفتره، اكيد الكابتن عبد الهادي الفتره لسه طبعا ملفوفك وعنده شكل كبير وعنده لعيبه موجوده، يبتدي عايز يشوف تنفيذ الشكل بتاعه والسيستم بتاعه اللي بيشتغل عليه. بس في نقطه عند الكابتن، ما ينفعش ان انا عايز ابتدي الكوره من تحت وابتدي العب كوره وابتدي يبقى عندي مثلا المساكين اللي ورا او الناس الخط الظهر اللي عندي الكوره بتاعته مش عاليه. بس هم دول موجودين يا كابتن احمد ولا انا غلطان؟ يعني مين اللي ممكن يعمل الشغل؟ هم دول الاساس فتره يعني. انت في فتره صعبه وفتره فيها يعني فيها مشاكل كتير. خلينا نتكلم بلغه الكوره، اللي انت طالع من بطوله افريقيا زي ما كنت موجود على الفاينل وكانت تصفيات كاس العالم وما وصلتش، فانت بتبتدي تعمل شكل وش اللعيبه فيها الثقه، في ناس ما عندهاش الثقه في نفسها الفتره اللي فاتت بقى الاحداث اللي فاتت. فنتمنى ان احنا نشوف حاجه يعني في الطبيعي، اللي انا الطبيعي لما تكمل بشكل كبير الفرقه بتاعتك كده الشغل اللي انا عارفه او اللي انا عايزه. يعني لما انا بشوف مثلا مع احترامي مثلا الباك ليفت، يعني هو مصر ما فيهاش باك ليفت غير احمد فتوح ومعاه كريم حافظ، كان محمد حمدي كان موجود واتصاب كابتن او يعني طبعا لو انا بتكلم انا ليه ما اديش كريم حافظ؟ الراجل ده كان محترف وكان موجود وبيلعب في تركيا بيلعب بشكل كبير. ليه ما ادوش الثقه ويشتغل؟ يعني المره اللي فاتت الوحيده اللي احنا شفنا كريم حافظ فيها كان موجود مع راجل وصلنا كاس العالم كوبر. فهو اعتقد جه في ايام اجيري برضو اعتقد، يعني انا مش متذكر ما كانش حر، هو الوحيد ايام كوبر بس جه ماتش كان راجل اتزنق اضطراري ونزله ربع ساعه ولا حاجه زي كده وراجل متحش. هو ليه ما بعملش انا كوادر بشكل جديد؟ عندنا مشكله في مصر كلها في الباك رايت والباك ليفت، ليه ما حددتش عندي واحد رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه؟ يعني جينا نتكلم مثلا ايمن اشرف هو لعيب كويس وكل حاجه بس مش باك ليفت صريح، انت فاهم ازاي الموضوع؟ فانا لازم اعمل دوافع، عندي لعيبه جديده ادخل دم جديد، اشوف زيزو طبعا زيزو بيلعب في الحته بيلعب 10 من تحت بيكون مميز فيها جدا بيلعب على 12 بيلعب بشكل كبير، ليه احطه في حته معينه مش بتاعته؟ فده فرق بنتكلم فيه. راس حربه مثلا جينا نتكلم في راس حربه ثابت، يبقى عندك راس حربه ثابت، هو انا ليه ما ثبتش راس حربه ثابت؟ المقصود مع مصطفى محمد مثلا كابتن يبقى ثابت وتبقى ده التشكيل. هو في البعض كابتن لو نتذكر زمان يقول لك التشكيل الثابت ده مهم جدا، لكن في الايام الاخيره بيبقى او في الوقت او الكره الحديثه من وجهه نظر بعض المدربين انك دايما ما تبقاش عندك نمط معين او شكل معين في التشكيله، في بالنسبه للفرق تبقى عارفاك وتبقى حافظاك مثلا، وفي نفس الوقت يبقى منافسه للاعبين. حلوه فاروق، حلوه الكلام اللي بتقوله قوي، يعني انا بتكلم معاك انا متفق معاك في النقطه دي، بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت الفتره دي تقدر تغير السيستم بتاعك الخريطه من الخطه دي للخطه دي للخطه دي، لما تكون ايه عندي التشكيل الاساسي بتاع الاقوام الاساسي موجود. اما انا بتكلم دلوقتي الناس كتير مش موجوده، يعني انت عندك مثلا هنري مش موجود، عندك محمد صلاح يعني موجود الماتش اللي جاي مش ممكن احتمال ما يبقاش موجود، تريزيجيه مش عارف تريزيجيه ممكن. فاحنا بنتكلم ده اللي انا هبتدي اعدي المرحله دي والناس اللي موجوده بعد كده ابتدي اشغل الناس اللي ما كانش لها تواجد. يعني احنا مفيش اختلاف على مصطفى محمد من احسن لعيبه الموجوده في مصر كراس حربه الموجوده بره اللي هي الموجوده المصريه. الثاني اللي بنتكلم عليه محمد شريف، هو انا ليه ابعد يعني الاثنين ابعدهم ليه؟ فاهم ازاي؟ معاك، انا متفق معاك ان هي في لعيبه المفروض تفضل رجليها موجوده في الملعب وتبقى هي بيتحط مثلا العمود الفقري للفريق بشكل معين، ويبتدي طبعا الامور تختلف. ابتدي اطور بقى ابتدي اشتغل واخلق بقى انا وظيفتي هو المدير الفني. طب انت رايك في اداء المنتخبنا في الماتش اللي فات يا كابتن؟ يعني رايك لا انا بقول لك اداء اهم حاجه المكسب، خلي بالك يا فاروق انا ما بتفش اداء لسه ايهاب جلال ما حدش يحكم عليه حرام عشان الراجل ما بيظلمش. ايهاب جلال لسه اول ماتش موجود بيحاول يطبق حاجه، اللي احنا بره يا فاروق بره حاجه وجوه بنلعب حاجه ثانيه، يعني احنا بره بنتفرج على حاجه او في شكل معين وجوه الملعب الراجل بينفذ حاجه ثانيه خالص. فاحنا بنتكلم دلوقتي الراجل ما تحكمش عليه صراحه، يعني عشان ما حدش يظلمه الراجل بعد فتره لازم نتكلم بصمات واضحه ولا لا، ده اللي بنتكلم عليه. انت جيت مثلا كان كروش برضك، ما كروش ما كانش ليه مواصفات فاروق خلاص بقى كان ليه شكل. يعني كروش ما كانش بيعتمد على حاجه، يعني احنا مثلا بنتكلم على كوبر دوت ونقول كوبر وصلنا كاس عالم، بس كوبر كان عنده شكل وعنده سيستم شغال عليه، يعني عندك تريزيجيه ومحمد صلاح الطرفين بيشتغل عليهم بشكل كويس جدا بنقدر نوصل بيهم. الناس كانت زعلانه
دلوقتي كوبر كان عامل اداء احسن من الناس اللي كانت موجوده، اللي هو اجيري كيروش، هو الراجل اللي موجود كان اخر حاجه. كيروش كابتن كروش. انا بكلمك في النقطه اللي احنا بنتكلم، لا نصبر شويه على عبد الهادي ونشوف بسم الله بسم الله، بس اللي هو يبتدي يطلع اي مدير فني موجود لازم اول حاجه من عنده الوظيفه بتاعت المدير الفني، تطوير اداء اللاعبين اللي انت موجود بس عندك كده كده محمد صلاح حاجه ثانيه. بس هل تطوير اداء كابتن يجي في الوقت الاربع خمس ايام؟ لا طبعا، ما عشان كده بقول لك الفاروق يعني انا بقول لك عشان كده بقول لك ما يتحكمش عليه الفتره دي خالص. هو تحكم عليه بعد ثلاث اربع بعد خمس ست بطوش خلي بالك يعني. بس احنا بنتكلم في الادوات اللي انت هتستعين بيها فاروق، عشان نرجع للحرس القديم، واحنا عشان نخرج عشان كده بنقول